بونجور شيف. صباح الخير. يعطيك العافية. يعني فاينلي حققتوا له لإليو طلبه. طبعا ما فينا نزعل. بس ما زبطت معك الليبانيز. خلص ما بيأثر. بيتزا بيتزا. ياكل بيتزا بلا جومبو. اوكي. شيف اليوم بدك تعرفنا كيف نقدر بالبيت بطريقة كتير سهلة كنا عم نحكي أنا وياك وسريعة ننفذ هالبيتزا من الصفر، يعني حتى العجينة، السي فود، كل المكونات يعني شايفين اليوم قدامنا ثلاث أنواع طحين، عندنا الطحين الأبيض. اوكي. الطحين الأسمر، القمحة الكاملة، وعندنا طحين الفرخة. اوكي. كرمال هيك نقرب على العجينة التليانية المضبوطة. اوكي. نحن بحاجة لثلاث أنواع. صحيح. نمشي بالريسيبي اللي نحن بدنا اياه، ناخذ هذه الكرانشي تطلع لونها حلو وتنفخ، يعني نعمل على اصوله. هلا هيدي عن العجين عم نحكي. اوكي. الصوص عندنا صوص مثل ما شايفه، جايبين البيلتوميتو يعني البندوره المقشره المطبوخه. صحيح. اوكي. انا رح شيل هلا، رح صفيهم. اوكي. اوكي. البيوريه على جنب، وحبوب هالبندوره رح اخذهم. هول بيقولون بندورة الكاسيه، يعني رح انا افرمهم بايدي، بس انا بس اعمل صوص ضل حبه شوي مبينه، يعني ما تصير بيوريه. نبقى نحس بالبندوره، مش صوص بالبندوره. رح نحط الهيربز الاعشاب معه اكيد، وكمان بنقليها بالبصل والثوم، نرجع بنحط هالبندوره والهيربز، يعني هن الاعشاب. نوصل للسي فود. نوصل للسي فود. عندنا تشكيل من السي فود عندكم كمان، بنعملهم سوتيه، بنطبخهم بزيت زيتون، ملح، بهار. اوكي. بنعملهم سوتيه، بنطبخهم 100%، بنرجع بكون العجينه ارتاحت بهلا اول فكره عجنناها، وبنرجع بنحطهم على وجهها مع تشيز. هلا تشيز نحن جايبين موزاريلا، في واحد يحط الفريش موزاريلا. اوكي. الجبنه النكهه اللي بحبها، ده بده يدسم فيه دسم، بس الموزاريلا متعارف عليها. اوكي. والسي فود شو هن؟ في عندنا الشريمب، عندنا المول، عندنا الكالامار، كلهم بيبي يعني الاحجام صغيره. الخارج بيتزا يعني ينحطوا على وجه، وبينجمعوا بينجمعوا بنوزعهم على وجه البيتزا كلهم. هلا رح تبلش من العجينه من الصفر. العجينة من الصفر. رح أعجنها، مش بالعجينة، نحن عنا عجينة هون. أوكي. بس أنا رح أعجنها بإيدي. أوكي. أنا يعني هي المستحب أنه تنعجن بالإيد. كان بودي أعجن معك البيتزا وتنمد بالإيد، يعني بس رح أعود هونيك وأتعلم منك. يلا. أوكي. رح أعود هونيك أتعلم منك كيف بدنا نبلش من الصفر. فإذن العجينة لنوصل للسيفود بيتزا مثل ما قلت لي على الطريقة التليانية 100%. يلا لألك شيف، كل شيء هومي. نحن منطلع لك بآخر فكرة نتزوق البيتزا. شكرا شيف. صباح الخير. اليوم هالخميس رح نعمل هالبيتزا، مثل ما قلنا جايبين ثلاث أنواع من الطحين، بدنا نمشي بالجراماجات مزبوطة، تطلع معنا مزبوطة خطوة خطوة. هلأ كل شيء معروف عجين لازم يتريح على القليلة 24 ساعة. نحن اليوم رح زد له شوية خميرة، رح ريحها بأول فكرة، وبتاني فكرة طبعا دغري من مدها ومنعجنها ونبلش نجهزها. هلا اول شيء هالمكونات قدامي، طبعا بدنا نجيب جار كرمال نحط هالطحين ونبلش فيهم. هالثلاث انواع طحين مثل ما قلنا، وبدنا ضروري اول خطوه نعملها انه ننخل هالطحين على طول تيفوت مثل ما قلنا الهواء فيهم، تترفخ ترفخ العجينه معنا. هجيب انا ننخل ونبلش اول شيء طحين الابيض. أنا حاطط هون كيلو من الطحين الأبيض، فطي شوي شوي من خلون. تمنى نحن بهالعملية عم نفوت الهواء فيهم على طول، بس كنا نعمل جاتو أو عجينة بيتزا أحسن أنه ننخل الطحين. هلا مش متواجد معه الطحين الاسمر يلي هو مبين لونه غير عن الابيض. اوكي. في يحط، انا حطيت كيلو طحين الابيض، في يحط كيلو 250، يعني انا هلا هون حاط 250 طحين اسمر. كمان نفس الطريقه بنحطهم وبننخلهم. ما شايفين كيف بفوت الهواء فيهم بينزلوا ناعمين. نرجع عنا طحين الفرخة. هيدا طحين الفرخة اللي بيعطيها اللون الحلو، بيعطيها هالكرانشي وهالكمان. أنا بس تمد العجينة، ما تحطوا طحين أبيض تحت العجينة، حطوا طحين الفرخة كمان بيعطيها هيدا القرشة والطعم الطيب. أوكي. هلا مرحلة الطحين انتهينا،
هلا بنجيب ملعقه نعمل هيك مثل حفره بالنص، نحط المكونات الباقيين على طول، ملح ملعقه صغيره، عندنا سكر الحب 40 جرام تقريبا لهي الكميه، اكيد الخميره، هلا بده يصير هالمكونات انا بجمعهم مع بعضهم، بحركهم بالطريقه من تحت لفوق كرمال السكر والملح والخميرة، بصيروا ميكس مع بعضهم كلهم. هلا جيب المي بلش ننزلهم، يا هلا هون في عندي انا هون طنجرتين رح احط المي فيهم تتغلي، تنبلش بدنا نسلق تو ايتم، في عندي الرز رايس هيدا الباستا يعني ما شايفين هون مثل حبه الرز بس هي نوع من الباستا هيدي، اوكي كمان نوع من النشويات اكيد نوع من الباستا رح اسلقهم، اذا بدنا اياهم الدنتي يعني تضل هيك القرشه فيهم بدهم 5 دقائق بعد ما تغلي المي، وإذا بتحبون هيك كتير مستويين مزيد لهم 2 دقيقة، أوكي؟ فإذا هيدا الرز هلا رح أحط مي أنا بهالطنجرتين، والطنجرة التانية في عندي الأسبرج أنا حدي، أسبرج الفريش كمان رح أستعملهم للسلاد، ورح أدخل كمان الروس، روس تبعوه للأسبرج مثل ما مبينين عندنا هون، الروس رح أحطهم كمان مع السي فود باستا هيك تندخل شوية خضرة وبيلبق لون الأخضر، والأسبرج بيلبق مع هالسلاد، مع السلاد ومع البيتزا. هلا خليني أجيب مي بالوقت تكون العجينة عم تشرب مي. إذا وحدة للأسبرج وحدة للباستا. اثنيناتهم بس يغلوا. نسقط هالمكونات فيهم. الاسبرج بنشيلهم على التبريد على مي بارده، والباستا كمان بنشيلهم بنصفيهم هن يبردوا لحالهم على حراره الغرفه. خلينا نحدي هون. هلا بدنا نشمر عن زنودنا ونبلش، مثل ما قلنا هالعجينه التليانيه بتحب انه نشتغل فيها بايدنا كانه بالعجن او بالمد بس بدنا نمدها، يفضل انه بالايد تمد. نبلش هلا نعجن، هلا هالكميه من الطحين والعجين تقريبا بدها لتر وقابله للزود، يعني هيدا بريق المي هيدا لتر كامل. على طول بنعجن من تحت لفوق، اذا في شي عالق تحت نشيلهم. إذا ضلت هالعجينة تلزق على إيدكم، أنتم كيف بتعرفوا العجينة إنه مشي حالها شدت؟ هي نوع من العجينة بتحسوها بضل تلزق. بضل تلزق على إيدكم، يعني هذا قصدي بضل تلزق، يعني بضل في هالعجين على إيدكم، منا مشكلة، منا مشكلة أبداً، أوكي؟ فينا بس نخلص عجن، نحسها اشتدت مزبوط، فينا نحط لها شوية طحين عليها، نحطها بجاط على البراد، تاني نهار بتلاقوها كلها صارت متماسكة ما عم تلزق على إيدكم بقى. طبعا رح تطلع عجينة شوي سمرة، بدنا
ورا مثل ما قلنا حطينا نحن طحين الاسمر القمحة الكاملة، وحطينا طحين الابيض، وحطينا طحين الفرخة. هيدي الطريقة العجينة. هلا انا بدي ريحها اوكي، ونتركها للفقرة الثانية بنمدها، كل واحد اكيد بيبركها على ذوقه، وهيك نكون عجننا هالعجينة. بنريحها للفقرة الثانية بنمدها ونبلش نحط هالمكونات. رح شيل هالعجينة على جنب، هلا بدنا نبلش بالصوص اللي حكينا عنه، الصوص البيتزا. اكيد تناخد نكهه طيبه على طول بنبلش بالبصل والثوم اساسيات. اكيد صوص البيتزا الصوص الحمراء اللي ما في غنى عنه، لانه نحن عاملين سي فود بيتزا رح احط لها الاعشاب اليابسه اللي هي القنات، اللي هي روزماري، تعطينا نكهه بهالصوص، وبتلبق كمان على شو حاطين ايتم على وجه البيتزا. عندي هون انا اكيد البصل والثوم، جيب لوحه انا عندنا اربع ايتم، رح بلش التقطيع. هذا ثوم الحب، واتمنى البندورة رح صفيها، البيوري رح اتركهم اكيد برجع كرمال تعقد معنا، بس حب البيل توميتو حب البندورة رح نعملهم كاسيه، يعني رح اطحنهم بهالطريقة عايده. خلينا نحط نقطة من الزيت تنبلش بالقلية. هيدي حبة بصل، كمية اللي عنا اياها بزيادة، حبة بصل وحدة، في ناس بينزعجوا من البصلة بقلب الصوصات، بس أنا عن جد بتعطينا النكهة وبحبها تبين، ما في مشكلة فيها. هلا رح أحط الثوم والبصل، هلا نحن بس عم نقول لكم عم نعمل صوص بيتزا. هلا رح أجيب مصفاية تصفي، مثل ما قلنا هو العلب البندوره اكيد بدي انا البوري منهم، بدي حب البندوره رح صفيهم. هلا البوري بينزلوا لتحت، الحبوب البندوره انا رح اخذهم شيلهم اطحنهم على ايدي تيضلوا ظاهرين بالصوص اللي عم نعمله. جيب ملعقه شيل البندورة الحب بالطريقة، مالنا هول مطبوخين فينا نحن نسلقهم بالبيت، بنقشرهم نغلي المي، بنحط ملعقة سكر ملعقة ملح بقلب المي، بس يستووا مزبوط اكيد بدنا نأكسهم قبل كرمال يقشروا معنا، نرجع نفرمهم بنبردهم نفرمهم بهالطريقة لنستعملهم لهالصوص. يلا
هون مثل ما شايفين بلش يغلو المكونات، ونبلش ننزل الاسبرج مثل ما قلنا المجلد، بس هو الفريش بس مجلد، يعني بكون مقطوف فريش، بيتنظف بيتعقم بيرجع بيتجلد، بنعمل له شوك بالفريزر تيضل محافظ على لونه بالطريقه. هلا نحن بنسلق، نرجع نشيله على مي بارده. هون عندنا الرز، رز بس الباستا. هون بنحرك شوي البصل، ثوم. طبعا بدنا اياهم هيك يشقروا ويدبلوا. بهالوقت انا خليني افرم البندورة. هيدي الطريقة مثل ما قلنا بدي اياهم مثل ما شايفين، بدي هالبيوريه تبعولهم بدي يضل شقف مبينة، نحن عم ناكل هالبيتزا يضلوا هالشقف البندورة اللي هن مطبوخين مبينين. هيك نعطي ساين انه هن بندورة فريش، وشكلهم بالبيتزا ببين اطيب. هاي الطريقة التليانية، واللي بحبهم بيوريه على الاخر في يطحنون بالميكسر. هاي الطريقة. يا هلا هون البصل، ثوم. انا بدي من هالبيل توميتو كل شيء، يعني نحن لانه بس كل شغله بس نفرمها، كل شيء مكونات بقلبها بدنا نفرزهم لبرا. اكيد البندوره فيها هي البيوريه تبعولها او المي تبعولها، بتفرزهم لبرا حتى الحب الصغار. ها كلهم بدي اياهم، كلهم بدي اياهم يبينوا، الهدف منها نستفيد من طعمتها ويكون البندوره ظاهره. طول ما نستعمل المكون المضبوط بالمحل المضبوط. هو اللي خصوصا عملوا هالبندوره البيل توميتو بيقولوا لها الموجوده بالسوبر ماركت خصوصي لهو القصص، تا يكونوا ظاهرين ويكونوا باينين. و يعني ما يعني اذا نجيب وحده خالصه ما كون عملنا شيء، نحن عم نعطيكم شيء فريش هوم ميد وتلياني على الاصل، من العجينه للاليه لكل شيء. هلا مثل ما شايفين رح نبرم هاللوحة ونتجه على الغاز. سامعين هيدا الصوت كله بده ينزل فوق القلية، من مية البندورة للبندورة للبذور لكله. هلا بنطبخهم مع بعضهم مزبوط، بس ينطبخوا مزبوط نحط ملح لعشاب. واكيد انا ما نسيت البيوريه، انا مجوي شوي بس لانه صفينا فيه البيوريه اللي كانوا بقلب العلبه، يعني هول كمان عايزهم انا اكيد بنحطهم فوقهم هلا بس ينطبخوا شوي. هلا بنحط رشة ملح، رشة بهار اسود، وعندي الاعشاب اليابسة اللي بتلاقوها كمان موجودة كلها بانفلوب او بيكونوا هيك حنجور صغير بوتل صغيرة بيقولوا لها. يلا هيدا الملح حطينا بهار اسود، بنحط هلا البيوريه البندورة تتعقد معنا تتبخر هالمي، واخر شيء بنرش هالاعشاب. فاذا الصوص تقريبا صار جاهزه، بس بدنا اياها تعقد بعد، تعقد شو يعني تتبخر المي منها،
وتصير عندنا صوص جاهزة. هون الأسبرج كمان عم نسلقهم، هلا رح شيلهم دغري على مي باردة. وكمان الرز مثل ما قلنا إذا بدناهم الدنتي 4 دقائق، إذا مش الدنتي نتركهم 2 دقيقة زيادة تكون يعني هيك ما نزعنا الحبة كلها وتخبص، بدنا إياها تضل حبة هيك وإختها. وهلا إجا وقت البريك، بنروح بريك وبنرجع بالفقرة الثانية بنمد هالعجينة وبلش كمان نعمل صوتيه بعد السي فود، لأنه رح نحط سي فود على وجهه. بريك وبنرجع نشوفكم الفقرة الثانية. رجعنا على المطبخ، هلا الفرن حميناه، صوص بيتزا جاهزة، سي فود جاهزين، العجينة مثل ما شفتوا قدامكم ريحناها، قسمت شو البورشن أنا منها، أكيد بهالطريقة بنقسم منها بورشن. هيدي هي هلا على شوي بنمد وحده ثانيه، مديت انا وحده ثانيه كمان. هلا هون طبعا بدنا ننقلها على صينيه، صينيه تكون نوعيتها يعني ما تلزق عليها العجينه، او اذا عندكم صينيه مش من هالنوعيه فيكم تحطوا يا تحطوا طحين او بتحطوا تدهنوها بالزيت، زيت افضل ما بتلزق وهيك تعطيها لون من تحت بتحمص اكثر. هلا بده يصير بدي اشيل هالعجينه انا نحطها بهالصينية ونبلش نحط هالمكونات بقلبها. أنا فختها شوي كمان بقلبها كمان ما تطلع. نجيب شوكة. يعني احنا بس العجينه ما بدنا نوصل لكعب الصينيه كرمال ما نجرحها وكرمال ما تتقدوح العجينه. هلا كمان بهالطريقه بننظف هون الطحين قدامنا. يعني هول الطحينات نرجع نحن بنستعملهم تا نعجن عليهم. هلا بنجيب الصوص اللي عملناها. طول بنحط على النص ونمد. ما شايفين هالحبة البندورة البصلة واضحة مبينة، يعني نحن بدنا كل هالمكونات يبينوا ما تكون صوص بيريه أطيب وخصوصي مع السي فود. جربوها. صوص الهوم ميد اللي عملناها نحن قلينا بصل وثوم، رجعنا في عنا البيلتوميتو يعني البندورة المسلوقة بالماي ومنشلها القشرة تبعولها، بنصفي منها البيوريه وبنترك البندورة بنطحنهم على ايدنا كيف بكون عم نقطع المتبل على الايد، بنطحنهم على ايدنا هيك بنضربهم ضربة خفيفة وبنرجع بنحطهم فوق هالبصل والثوم. حطيناهم الهيربز الأعشاب يعني الأوريجانو والأنات. بنرجع ما اكيد بنحط البيوريه فوقهم تتعقد لك وتعقدت بتبخر المي منه وتصير عندنا هيدي الصوص الجاهزه. هلا نرجع بنحط اول مرحله حطينا صوص، هلا بنحط الجبنه الموزاريلا على طول بنحط على النص بنوزع، لانه بس الجبنه تدوب هي بتجمع الطوارف اكثر، على طول من النص وبنفتح ايدنا. نرجع نحط على النص شوية بنعبيها. وعنا السي فود من قريدس، المول، كالامار، البيبي يعني حجمهم صغار، بورشن صغيرة. هلا أكيد اللي بده يعملها اللبنيز مثل زميلنا اليو، بدي يعملها مع تركي بحبها، بحبها الفيجيتيريان بيبروني بتمشي. نحن اعطينا الاساس شو العجينه كيف تنعمل، شو حطينا فيها 3 انواع من الطحين. رجع بذكر الطحين الابيض، طحين الفرخه، طحين الاسمر، تطلع معنا كرانشي وتليانيه بامتياز. وديناها على ايدنا وعجناها على ايدنا. هول خطوات من مين للبيتزا. سي
شايفين هالسي فود كلهم بنوزعهم تا وين ما ضربنا ايدنا حيلا بورشن يطلع لنا. عظيم. هلا بنرجع بنرشلها شوي من الاعشاب. رح جيب انا الاسبرج اللي سلقناه هون. شيل. نقطع الروس بالطريقة. يعني راس حبة الاسبرج بتلبق مع السي فود. بنحطه ونوزعهم اكيد. مع البيتزا كمان. الباقيين اكيد بقى بنكبهم رح استعملهم بالسلاد. ما في شيء بينكب. هون بهالوقت بنكون محميين الفرن على درجة حرارة 250 درجة، لأن نحن هون منه فرن بيتزا، منه فرن غاز. فرن البيت طبعا كنت تحموه يعني اقصى درجات 250 درجه مينيموم كرمال تتلون وتذوب هالجبنه وتطلع محمصه ما تطلع ناشفه. اوكي هولي بنقطعهم هذا اسبرج بهالطريقه. وزعنا عداير بيتزا. بدي اعمل شغله واحده شوي من زيت زيتون. إذا ملاحظين عم بحط على العجينة تتلون على الطرف ورشة صغيرة بقلبها. هيدي سي فود بيتزا. هلا رح اخدها على الفرن درجة حرارة 250 بنحطها بتاخد وقت تقريبا بدها من 10 ل 11 دقيقة ماكسيم. هلا رح فرجيكم رح نبد صينية تانية. فعندي كمان رح فرجيكم هالرز. هذا نوع من الباستا مثل ما قلنا. رح شيلون. هي باستا نحن رح نحولها سلاد هالباستا. الصوص اللي عملناها رح شيل ملعقة منهم تنكه هالباستا انا اللي هي بشكل الرز. هون بكون عم نكه وعم بلون هالباستا. حط لنا رشة ملح، رشة بهار اسود. هلا عم بعملها انا هلا الميزون بلاس تبعول شريم سلاد يلي فيه القريدس بعد الجامبو انا حطهم بالبراد. نحن بالفقره النهائيه رح اعملهم على مينوت هالقريدس وبنرجع بنحطهم بهالسلاد يلي انا هلا من ما قلنا سلقنا. في عندي هالصوص رح اجيب بعد هالصحن مع الرينج. اوكي هيدي هون انا الاسبرج ديجا نحن مسمينا اسبرج سلاد مع الشريم. فعندنا الباستا هون نكهناهم بهالصوص البيتزا. رح احطهم هون بهالرينج انا تتسقى مزبوط ويطلع لنا هيك شكل حلو. نرجع الاسبرج جاهزين وباخر فقره القريدس للجامبو بنشويهم بنبردهم كمان
بنحطهم مع هالسلاد مع الاسبرج، اكيد رح نحط لهم صوص على وجهن. بس عم خبركم نحن من صوص البيتزا شو قدرنا عملنا، كيف نركب الاكلات يزبطوا مع بعض ويبقوا مع بعض. هلا رح احطها بالبراد مثل ما اوكي، بنكبسها شوي كرمال تسقع مزبوط، لان انا بدي اقدمها السلاد مسقعة. اوكي بحطها بالبراد تسقع مزبوط، باخر فقره بنشيلها بنحط الاسبرج بنحط الشريمب على وجهها، بكون اخذنا وتعلمنا وشفنا هالشريمب سلاد. تابعي معكم لنختم حلقه مورنينج توك لليوم من المطبخ مثل ما تعودتوا باخر فقره مع شيف فادي. شيف ميرسي على البيتزا. اهلا وسهلا، انا انبسطت فيكم اليوم بالحلقه. وكفوا هلا انتم، خذوا راحتكم خذوا وقتكم. مش خالصه بس مش خالصه يدفع حقه. لحظه مش خالصه البيتزا. ما لا خالصه بس بدها تقطيع كثير منيح. وين رايح اليوم؟ انا على جنب. يلا خلي نروح نحن بنكفي. تعال لا بلا اليوم، ما فينا نكفي فكرة المطبخ. طب خلص حجزتها قدامي. هلا شيف او اليوم حدا يعطيني بس الجواب، اثنيناتهم مثل بعض البيتزا؟ البيتزا سي فود اثنيناتهم مثل بعضهم. حطينا سي فود على الوجه، عملنا صوص بيتزا العجينه، اسبرج على وجههم وصاروا جاهزين. هلا بدنا نكفي هالرايس باستا سلاد. اوكي في شيء انا خلطتهم بصوص البيتزا هون، باينين هول الشقف الحمر. والباقيين عملتهم صوتيه بس بالزبده وزيت زيتون ملح وبهار. كمان رح كلهم هيك لحالهم يعني، رح كفي حط شريمب على وجههم. رح حط كمان اسبرج. هلا رح نعمل برزنتيشن. اوكي وفي عندي هون شوي زيت زيتون. ما عندك شي عجينه؟ لانه اليوم بالرقه هذيك المره بعيد البرنامج فاجئ المشاهدين، عملنا منقيش بالهيدا بالفرن عصاج. خليها على المنقوشه البيتزا، خليها على المنقوشه يعني. هلا الفطر والطماط سيريز رح نعملهم صوتيه شوي بالزيت زيتون، نرجع نحطهم على وجه هالباستا رايس هون. في شيء بالفرن ولا لا شيف؟ الفرن خلص، شلنا البيتزا كلهم، بدنا نكفي نريح العجينه كرمال. شو اطيب صوص ناكلها مع هيدي البيتزا؟ صوص؟ ايه فيك تحصل، في نحط الاويل او الترافل اويل. هلا بنحط اوكي زيت الحار، او في نحط زيت الترافل على وجهها كمان، او زيت زيتون العادي. في منه بيجوا زيت، وراح نحط لك كمان بنحط الشومر لانه نحن عم نعمل سي فود. تلبق هيليو لان سبقنا. ايه معلش، ما انا حجزت هديك لالي. اوكي بتعرفي الشومر انا تعرفت عليه اول مره مع شيف فادي؟ لا بالعجه، عرفت انه بيحطوه بالعجه. ماما ما بتحط يمكن بالعجه او بتحطه، انا ما بعرف. اليوم بس فينا نحط زيت زيتون عليهم؟ اكيد. ثانك يو. او زيت حار اليوم كمان؟ في زيت حار دخل شاف؟ فينا كمان زيت حار. زيت هو زيت الزيتون بنقع بحار يعني؟ صحيح بالرون الحار الصغيره. هون نعملهم صوتيه شوي نرجع نحطهم على وجه اوكي هون. اليوم جرب هيك يحرك البندوره والفطر مثل ما عمل الشيف. انا اليوم طلع تبع البيتزا. هون لقيت ناس بدي احط لهم توم بعد. منيح هيك؟ بتجنن. تمام. لمعت. كمان بحطها حدي؟ لا. طيب. هون لقيت ناس انا عم هيدا فريش، هلا بحط لهم بس شوية توم. توم. كمان شوية زيت زيتون. هلا شو حاطين نحن مع ريديس؟ بس زيت زيتون؟ ايه هلا ايه ماشي زيت زيتون. هلا الثوم رشت شوي من الاعشاب. هو الايريدس ما بده كثير استوى يعني، دغري بتحس هيك بتغير لونه. اعشاب يعني مثل شو بيكون في بقلبه؟ هو القنات اليابس. اوكي اوكي وروزماري. بس راس واحد ثوم، سوري حص واحد ثوم عزيز 100% يعني. هيك ننكههم بس. راس ثوم، اذا راس ثوم بنروح فيها كلنا. بيضرب العطش. هيك بدي كان اقلبهم؟ ايه ما بتزبط معي كثير. جرب حطيت هون كمان تنكه الثوم مع المشروم بندوره، وبلش نصفهم هلا. ما اخذوا كثير وقت بس صح؟ هون دغري. اوكي بدهم شيء. هلا بحبهم ويل دان على الاخر فيه، بس هولي شايف هلا الصوص يلي استعملتها للبيتزا
نعم صوص روج هي زيتها استعملناها للباستا 100% اوكي الا هوليك لو ما حطيت لهم شيء رح احط لهم هلا البندوره والفريش مشروم والاسبرج كمان هذا الطبق يلي ما بحب البندوره هي. اوكي اعطيني خيار ثاني خيار ثاني بتعرف شو قال يو بعطيك الاثنين بيتزا انا باخذ هيدا خلص خلص اقفلها اوكي اتفقنا بلا عشان انا ابدا ما عندي مشكله بعد بساعة فيو قريديس واحدة بعد ايه دعمه دعمه شوي طيب انا بزين البلاد لا بيرلا عندك مشكلة زين لك انا البلا بيرلا ما بعرف جرب طيب هلا اذا بدك الثاني ما في مشكلة اه زين لنا هيدا اليو خلص مش الحال الشف تولى الامر لا بدنا اليو يزين لنا بدي البلا طبعا هلا في زين بدي هولي كلهم هولي بدنا نوزعهم على الرز من فوق ملقط هيدا ملقط ما اليو بده يزين يلا يتفضل يلا تعا اليو هيت عنك شف هيت عنك الملقط اعطيك ملعقة احسن اوكي هيك تشيلهم اريح اوكي اوكي تفضل انتبه سخنة اليوم شف بدك بهالوقت نذكر صوص البيتزا لانه انت بلشت من الصفر يعني حتى الصوص انت اصريت انه تكون طبيعية انه انت تكون عم بتحضرها هون صحيح صوص البيتزا نحن قلينا البصل والثوم اوكي اوكي وجبنا البيل توميتو اللي بيكونوا بمعلبات مع البندورة المطبوخة يعني مع البيوريه تبعولها قطعتهم انا هون بالسكين بس تقلوا البصل والثوم زيت البندورة فوقهم جهزت البيوريه جهزت الملح بهار والاعشاب يلي قدامنا هون اليابسين حطيتهم معهم هيدي كانت الصوص العجينه استعملت ثلاث انواع من الطحين الطحين الابيض الطحين الاسمر وطحين الفرخه اوكي عجنناهم مع بعضهم طبعا في ريسيبي موجوده على كل مواقع التواصل اوكي وحطيت لهم خميره وسكر ومي ريحناهم بس العجنه ما اخذت وقت كثير معك يعني دغري انت قدرت تحضر العجينه مع اللي احسن هي تتريح من نهار لنهار اوكي بس نحن لظروف انه ما فينا ننطر لتاني نهار بقى عجنناها وريحتها تقريبا ثلث ساعة طيب بس نريحها وحطيتها حد الفرن يعني وانا زدت لها شوي خميرة تطلع العجينة أوكي. اسرع وبس أوكي. نريحها اكثر كيف بتفرق البيتزا يعني قلت لي احسن ترتاح بس ترتاح اكثر ترفخ اكثر اوكي بضل فلافي اكثر طبيعي كل شيء شو قال يا ذوقكم استاذ هلا انا بعطي لك هالاسبرج الباقيين كمان بدك تحط الاسبرج نحن ما في شيء بيروح معنا دعان اوكي يلا اسمح انا احطهم يلا حط اه خلص مش الحال اذا يلا بالنص بصير بدك جلوفز نحطهم بالنص هيدي ما بنحط معها صوص كمان شيف هي هي اللي هلا عم بحضرها اليو كان رح احط لها زيت زيتون انا نعملها سوتيل باستا رايس بزيت زيتون رح نعملها طبيعيه 100% يعني خضره مع زيت زيتون مع الشريمب رح احط الشريمب انا هلا بعد فعندنا هو الاسبرج ماشي تكون بيرفكت بالطريقه انا رح اسبقكم على السفره اذا بتعطوني طبق هيك بساعدكم فيه ما خلي وحدي رح تاخذي الطبق المخصص لإلي اوكي انا بدي بس تحط له بعد زيت زيتون اخر شيء ثواني ثواني يلا نحن معك خلص بلا انا باخذ لك اوكي رح اسبقكم انا رح بلش بالبيتزا تمام اوكي اليو رح بلش بالبيتزا لا ممنوع على الخيانه هون وضعوني منيح يمكن نعوز نزوم هيدا للبيتزا يلا خلينا بقى نحط زيت زيتون, زيتون. وفينيتو نحط شوية قدامنا اهو اليو الترافل اويل هلا بنزيد على الطلب صح خلص يلا ثانك يو شيف ناطرينك تقطع لنا البيتزا يلا انا جربت شيف حملت هيدا للامانه جربت ورجعت قلت لا خلص رح نزعل انا بجي انا الديكور ميرسي اليو صحتين
تفضل شيف. سريعا شيف اذا بدنا نذكر بكل طبق. اكيد هيدي الرايس باستا مع الشريمب مع الاسبرج. حطينا من الصوص بيتزا اللي عملناها بس سلقنا هالباستا رايس خلطناهم مع بعضهم. اوكي بس نخلطهم مع بعضهم يعني صارت جاهزه هالباستا. أوكي. حطيتهم برينج انا جان. حطينا الشريمب الفريش هلا قليناهم بالثوم زيت زيتون وحطينا رشه ملح وجانا حطينا هالاسبرج هيك على وجهه فيري هيلثي. الباستا الثانيه عملناها بس سوتيه بزيت زيتون. اوكي وعم حط الطوماتو سيريز والمشروم والاسبرج كمان سوتيه بزيت زيتون. جانا حطينا الشريمب على وجهه والشومر القنات العشب الخضراء بتلبق هون والبيتزا العجينه حكينا عنها والاسبرج كمان استخدمناه وين ما كان والسي فود كمان استخدمناه هون وين ما كان. اليوم بيتزا وباستا يعني بتقريبا شفادي أطبعنا. شكرا لك على هذه الاطباق. انا اللي المفروض اكون مستعجل. ايه لا انا جعانه بعد شوي. خلينا نختم مع المشاهدين من الاول. ثانك يو. بس بلا بدها تقول لكم شغله عن حلقه بكره هيك تحطكم بالجو. بكره مشاهدينا رح تكون حلقتنا فينا نقول شو صغيره. اوكي رح اقول مشاهدينا بكره تابعونا من الساعه 8 لغايه الساعه 2 لانه حلقتنا مخصصه هيك لنشوف وجه لبنان الحلو، وجه لبنان الثقافي، وجه لبنان التاريخي والسياحي. ما رح اقول اكثر من هيك. من الساعة 8 ما تنسوا حطوا الـ LPCI. لكن عم نلاقيكم بكرة بحلقة جديدة مع زملائنا من 8 ل 2. باي باي.